بالنسبه للقرار ديال الاعتزال هو انا ما اعتزلت ما حتى شي حاجه، كتعرفي ان المواقع كل واحد وشنو تيكتب، والحمد لله انا باقي في الدومين والله يكمل فيه خير. بالنسبه للخدمه ديال عبد الله الدودي، وانا كنحاول نحافظ على الجمهور ديالي، كنحاول نكون قريب للناس، سواء الناس اللي ما عندهمش واللي عندهم، سواء كتلقيني خدام عند الناس لاباس عليهم وكتلقيني خدام عند الناس فقراء، كنحاول نختار كلام اللي كيعجب كاع الناس، كنحاول تلقيني قريب من الصغير والكبير. هذا هو السر ديال عبد الله الدودي.